الآية الأولى أو الآيات الأولى التي نريد أن نتعايش معها سويا. رجل الله سمى رجل، طبعا هذه الآيات تحكي عن حبيب النجار، هذا الرجل الصالح الذي نصر الرسل الذين دخلوا على القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ماذا كان رد أهل القرية؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ماذا قال الرسل؟ قالوا ربنا، شوف كيف يعلق قلوبهم بالله عز وجل، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا قال هؤلاء الكفرة من أهل القرية؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تشاءمنا بكم، أنتم شؤم علينا يا أيها الرسل. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ماذا كان رد الرسل الثلاثة؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سمع الخبر حبيب النجار بأن أهل القرية يريدون أن يرجموا هؤلاء الرسل الثلاثة ويذيقوهم العذاب الأليم. جاء يمشي؟ لا. جلس في بيته وقاعد يسمع الأخبار؟ لا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما يبغون منكم فلوس، ما يبغون منكم مدح. هؤلاء الرسل دخلوا هذه القرية من أجل أن يخرجوكم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور الهداية والقرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال حبيب النجار وما لي لا أعبد الذي فطرني. ليش ما أعبد الله اللي خلقني وشق سمعي وبصري وأعطاني وأنعم علي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم لرباكم وأعطاكم وأكلكم وشربكم حتى وأنتم في بطون أمهاتكم لم ينساكم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة
إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم نظر إلى أهل القرية من الكفر فقال لهم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.